يقال إن الماء أصل الحياة، وأصل العبادية بدأ من هذه العين التي ضجت بالحياة وسطرت تاريخا يعبق من بين صفحات الزمن على شعب كان له إرادة البقاء بكرامة ومحبة وسلام. أرض العبادية هي للفلاح معطاءة درية، ولفدانه ترابا نديا، وشجرها تبرا سخيا، وكانت لرجال الدين صومعة روحية، ولعاملها مصدرا سخيا، ولكتابها مدادا شاعريا. هي العبادية رغم تنوع عائلاتها وطوائفها، كانت ولا زالت مثالا يحتذى به في العيش المشترك والمحبة والتعاون. ورثت حكمة شيوخها لشبابها لترسم على وجوههم بسمة الأمل للمستقبل وبركة العيش الرغيد بنعمة وأمان. اسم العبادية يدل على الصانع أو العامل، وهذا يشير على أنها بلدة زراعية منذ القدم، ويرجح أن يكون اسم العبادية اشتق من كثرة العباد فيها. وتشير بعض الآثار في العبادية أن عمرها يزيد على آلاف السنين لوجود بعض الآثار الرومانية كبقايا نواويس الصخرية والنقوشات في عدة مناطق مثل الحصن وظهور العبادية. العبادية هي قضاء بعبدة في المتن الجنوبي. تبلغ مساحة العبادية حوالي 1000 هكتار من الأراضي المنحدرة بأغلبها، ترتفع عن سطح البحر من 250 متر إلى 1050 مترا. تبدأ بالأراضي الحرجية ثم الزراعية وتنتهي بالمنطقة العمرانية. تملك العبادية مليون متر مربع من الغطاء النباتي الأخضر اللي فيه تنوع بيولوجي مميز، كمان بيمر فيه نهر بيروت. اسم هذا الوادي هو وادي لامارتين،
نسبة للشاعر الفرنسي المشهور ألفونس دولمارتين اللي سكن على مشارف هذه المنطقة. كمان عبر هذا الوادي في عنا درب طبيعي بطول 5 كيلومتر من الأشجار المتنوعة اللي هي صالحة كتير لمحبي السياحة البيئية. وأيضا بيمر عبر هذا الوادي خطوط مياه الدلبي اللي بتسقي بيروت معدل ألاف الأمطار المكعبة يوميا، شيدت بأوائل القرن الماضي والسدلت بآخره. وصلت الطريق المؤدية إلى العبادية في ثمانينيات القرن 19 وكذلك الكهرباء عام 1936 لكون العبادية في موقع استراتيجي يربط العاصمة بقرى المتن الأعلى، وتبعد العبادية عن العاصمة بيروت 15 كيلومتراً. ازدهرت الزراعة في العبادية لاتساع الأراضي الخضراء ووفرة المياه فيها، واشتهرت بتربية دودة القز لصناعة الحرير، حيث انقرضت هذه الحرفة في 60ات القرن الماضي، وكذلك معاصر العنب والخروب. فكانت العبادية بؤرة اقتصادية في جبل لبنان، واستقطبت العديد من التجار والمزارعين والعمال. جمعية تعاونية زراعية في العبادية كانت من أهم أول جمعية وأهم جمعية في لبنان. تقيم معرض سنوي كل سنة، بس بدي أقول لك عن أول، ما حدا بيعرف إلا القليل هاي. أول سنة قام فيها قبل الاستقلال ألفريد نقاش كان رئيس الجمهورية، إجا افتتح المعرض هوني. كانت العالم عندها غيرة ورغبة كثير لحتى بقى في عنا شخص جليل كان هوني اسمه الشيخ بو عباس سلمان عباس العنديري. صار كل واحد بده يقدم شيء بيقوم بيجيب قبل خمسة أيام بيجيب قفص، بيجيب عنب أبيض وحلويني وأخضر حصله، بفكفك هو وعائلته بفكفكوا هالحبوب كليتها وبيعملوا فيه علم لبناني بالحبوب هاي، وبيكتبوا بخط الأسود تحت عاش النقاش. هو في وحطوا على المدخل بجمعية زراعية، وهو في لهونيك قال له مين عاملها، قال له شو اسمه، قال له زلامته، قال له خذ اسمه عنوانه، بعت له 10 كيس كيماوي ومقصات شحيلي وما بعرف شو تكريما له. بعدين كان يصر الشيخ بشار الخوري على حضور كل سنة، كل سنة يفتتح المعرض. لقد ساعد نجاح الزراعة وجود العديد من الينابيع التي اعتمدت في الري، ومنها عين الضيعة وعين الجوزات وعين حمد وعين اللوفي وعين نيحة والحجر والقرنة وعين البستان، إلى جانب العديد من المغاور والآبار. وهذا ما شجع المزارع على التمسك بأرضه المعطاء، حيث كانت العبادية تعتبر ثالث بلدة في زراعة العنب بعد زحلة وبحمدون، فضلاً عن زراعة الزيتون والصنوبر والفواكه والخضار على أنواعها.
كل الفلاحين كانوا بالعبادية هون كانوا يساعدوا بعضهم، كانوا يشتغلوا الحقالي كلها والبساتين يشتغلوها بالجمل، يعني بالجمل يتجاملوا بالشغل، يبلشوا من أول حقل من أول الضيعة من أول حقل كليتهم يشتغلوا، بس ينتهوا من هالحقل يسلموها لأصحابها، أصحابها يقوم يمشي معهم ينتقلوا من حقل لحقل بالزراعة، يركشوا له إياها ويفلحوا له إياها ويسلموا له إياها، بس بدش إلا زراعة وزرع وسقاي وإنتاج. وقت أنا قلت هيك بيت شعر على مناسبة الشراكة والمعاونة، قول كنا نساعد بعضنا بالمشترك، والجار يساعد يعين الجار لو بشغله حرك، واليوم صار الجار شافك طالع بالعمار بيركض على المغطار بيجيب لك درك. كانت الخيرات فيها العبادية، كانت الزراعة ماشي، كميونات شحن تنزل خضرة وبواكي وعنب وهذا من هالضيعة، يعني ياخذوا على عبيروت ناس وهالإنتاج كليته. أنا كان عندي كميون يحمل 10-12 طن، كنت حمل نقلتين من التعاونية الزراعية، نقلتين نزلهم على ساحة الخضرة، نزلهم قبل الضوء حتى كانوا ينباعوا كليتهم، وكانوا العالم كلهم عايشين ببحبوحة وبأمان. تعتبر ظهور العبادية والزهار امتداداً وجزءاً لا يتجزأ من البلدة، وهما منطقتين عمرانيتين تتميزان بالقصور والفلل التي بني معظمها في أربعينيات القرن الماضي، وخاصة قصور العرب الخليجيين. القديم منها كانت مركز اصطياف للقادة العثمانيين وبعدها للفرنسيين أثناء الانتداب، وظهور العبادية الآن تفتح أبوابها كمركز اصطياف للجميع. كانت منطقة ظهور العبادية منطقة زراعية بامتياز، تغطيها كروم العنب والتين ومقسمة إلى عدة أقسام زراعية، وكل قسم كان يحرسها ناطور. أما الآن لقد غطى البنيان معظم مساحاتها، لكن تبقى واجهة العبادية السياحية. معظم القرى اللبنانية هناك قلعة أو ميدان أو ساحة تشهد على تاريخ البلدة بصمت وتأمل، ويخفي ميدان العبادية أو ما يعرف بميدان آل أبي عز الدين أخبارا وقصصا بين أحجاره وزخارفه الجميلة.
وتاريخا جميلا شهد على بداية العبادية من أوائل القرن السابع عشر حتى يومنا هذا. وتقول الرواية: كان الميدان ملك أمراء بني أبي اللمع، لكن عند مجيء الجد الأكبر من آل أبي عز الدين من سهول حلب تحصل على الميدان وأسس عائلته وزاد على بنيانه. لكن الصكوك الخطية الموثقة تعود بأصول العائلة إلى أبو عز الدين جابر بن مفرج في بداية القرن الثامن عشر، وهو كان قاضيا ووجيها ذو علم وغنى وكرم. ولا ننسى القصة الشهيرة التي أدت إلى خسارة العبادية لمنطقة اللويزة، عندما اختبأ بشير جنبلاط في ميدان أبو عز الدين هاربا من بطش الأمير بشير الشهابي، مما جعل الأخير ينتقم من أهالي البلدة والجوار ويستولي على أراضي أبو عز الدين في منطقة اللويزة وغيرها. الأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا، هالأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا، بتحب سواع الدوي تحبها وتحب الحرية، تغار علينا وتغلينا الأرض اللي عليها ربينا، هالأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا، هالأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا، حب سواعد قوي حبها وتحب الحرية، غار علينا وتغلينا هالأرض اللي عليها ربينا، أرض جدودي أرض جدودك بدها زنودي وبدها زنودك، منك نخوي ومني مروي، منك قلب ومني قوي، مهما عطيناها أكتر أكتر عم تعطينا، هالأرض اللي عليها ربينا فيها كبرت فينا، الأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا، بتحب سواعد قوي حبها وتحب الحرية، غار علينا وتغلينا الأرض اللي عليها ربينا، أرض بلادي أرض بلادك إلها ولادي إلها ولادك، منك حب مني غيري، بتبقى بعين الشمس كبيري، بدنا نكبرها تتكبرنا وتعلينا. مر على العبادية شخصيات مميزة عديدة وتركوا بصمات بمجالات العلم والشعر والدين والطب والفن والسياسة، كان لهم الأثر الخير على صعيد العبادية ولبنان والعالم.
مر على العبادية العديد من الأولياء الصالحين، ومن أبرزهم الشيخ حسين ماضي. ولد في العبادية عام 1719. أصبح الشيخ حسين ماضي عالما من أعلام التقى والورع والزهد والتقشف والعلم، وعين شيخ عقل في البلاد. ارتاحت البلاد لرجاحة عقله وسياسته الحكيمة وحسن معاملته، وقد خدم الشيخ مصلحة أهله وشؤون بلاده، وعرف بمواقفه البطولية حيث أنجى البلاد من الهلاك بعد مواجهته للسفاحين مثل أحمد باشا الجزار والحاكم الطاغية بشير الشهابي، ووضع حدا لظلمهما على أهل البلاد. وكذلك الشيخ أبو محمد صالح العنداري الذي ولد في بلدة العبادية عام 1913 في بيت دين وخير وبركة وتقوى واحترام، قاسى من نوائب الدهر، فقد توفي والده وشقيقان يكبراه وهو تحت العاشرة، ثم توفيت زوجته عام 1948. واستطاع أن يشق طريقه معتمدا على الله سبحانه وتعالى، فعاش بقية حياته متفرغا للأمور الدينية والعبادة، وقد كرس وقتا كبيرا لبث المحبة والوفاق بين الناس في كل مكان. المرحوم الوالد فهد قاسم العنديري ابن عائلة آل عنديري ابن العبادية، كان معروف عنه بصفاته الجيدة، سمعته الطيبة، خدماته، انس رجل اجتماعي محبوب من جميع الأوساط. عمره بحياته ما تدخل بالسياسة، كان كل الناس أصحاب له حبايب، رجل خدوم، خدم ضيعته، خدم ناسه على مستوى العبادية وحتى خارج ضيعته كمان، إنسان معروف. فهد العنديري كان رجل فنان، كان خطاط وكان رسام. من خطوطه إذا الناس أكيد بتعرفها هي العنونة الجمهورية اللبنانية اللي بالوقت منحوا إياها الرئيس الجمهورية حبيب باشا السعد، فكل رسائل اللي كانت تطلع من الدولة اللبنانية أو من المؤسسات العامة معنونة بالجمهورية اللبنانية كانت من خط المرحوم فهد العنديري. فأنا عوض أكثر من عمل فني عامله بحياته، منها طبعا مشهورة جدا اللي هي كتابته على حبة السمسم، كاتب 4 أبيات شعر على حبة السمسم مذكورة بمجلة البيدر، إذا كان أحد من الإخوان عنده مجلة البيدر بيقدر يقراها. وفي بيت شعر، بيتين شعر لوالده للمرحوم شحرور الوادي، شاعر شحرور الوادي كاتب عنها وبيحكي عن هالإنجاز العظيم اللي عمله فهد العنديري بحياته. أنا خلقت وشفت الدنيا من القنطرة، فكانت القنطرة بالنسبة إلي كتير كتير مهمة، ولهالسبب تعلقت بالتراث المعماري اللبناني. ولمن كبرت وكنا نصيف كل صيفية بالعبيدية، تعلقت بطبيعة العبيدية بجبالها وبوديانها وبجلاليها، وكنا كأولاد نلعب من عبكرة لعشية لتغيب الشمس. وتعرفنا على زواريبها، وكنا ننزل على الوادي ونطلع وما كناش نتعب، وكنا نسمع قصص العبيدية، وخاصة تاريخ عائلتنا بيت أبو عز الدين من أهالينا بالضيعة. ولما كنا شباب وصغار كان الحديث مهم كتير، كان يصير في قعدات وسهرات والناس كانت تحكي، وكان في ناس محدثين، ناس يعرفوا يحكوا. اليوم ما عادش حدا يحكي مثل ما كانوا يحكوا بالماضي. نحن يلي بنعرفه عن تاريخ عائلتنا انه عن عائلة ابو عز الدين انه الكبار كانوا قضاة،
وكانوا موظفين بالدولة العثمانية وكانوا ملاكي يهتموا بأرزاقهم. طبعا جيل جدودنا هو يلي تعرفنا عليه وجها لوجه، ومن الشخصيات يلي دايما بينذكروا الدكتور قاسم أبو عز الدين يلي وصل لمركز عالي جدا بالدولة العثمانية، وعندنا كمان الدكتورة نجلة يلي كانت من أوائل النساء العرب يلي أخذوا شهادة الدكتورة من أمريكا، وكتبت عدة كتب، وكانت هي وباقي عائلتها معلقين كتير بالقضية العربية والعروبة بوقتها، وعدة شخصيات تانين من جدودنا، إن كان جدنا سعيد أو إن كان عمنا بشير أو عمنا محمد وعمنا سليمان المؤرخ. من جيل والدي نجيب خيه الأصغر حليم، كان من الموظفين البارزين بالدولة اللبنانية، وكان سفير بمصر وبباريس وبالهند، وكان محب إلى آخر درجة بالنسبة، يحب عائلته ويحب ضايعته. أغلب رجالنا وعمومتنا كانوا يشتغلوا ببيروت ويصيفوا دايما بالعبادية ويقوموا بواجباتهم بالعبادية. كان عندنا عدة دكاترة مشهورين، منهم دكتور اسكندر سعد، دكتور أمين زهر، دكتور إبراهيم أبو حبيب، وفي منهم غيرهم بس ما حكموا بالضيعة. دكتور اسكندر كان جراح خبضاي مخرج من الجامعة الأمريكية، وكان عطول يطلع الأول بالجامعة. بهيك الوقت لما تخرج وبحر الـ14 فل على جبل الدروس، طلع على جبل الدروس، صار يحكم بجبل الدروس. وبعد ما خلص الحرب رجع على العبادية، حتى بظرف من الظروف كان وضعه بالنسبة للفرنسوية ما كانش منيح كتير، لبسوه لبس مرة دروس الجبل وهربوا على الضيعة على العبادية. هلا في العبادية انشهر الدكتور اسكندر وصار يحكم هالعالم الوضع سيء، ما ياخذ من حد المصاري، ومش هو وحده، هو دكتور امين زهر وخاسمه يمين. وإلي خبرني دكتور امين زهر لي، قال لي انا خاسم يمين انه من اهل العبادية ما بياخذ ولا خرج. كان الدكتور اسكندر شد دواء على ايده بسماه حجر جهنم، كان يوجع عوز لعيمه يغط القطني بملخط ويقول له افتح تمك، يمسح له زلاعيمه مسحه واحده وخلص، ويكون الدواء الشافي. كان يحكم عيون كمان، يعمل عمليات اللي مكسور المكسر التجبير اللي كان يعمله، حتى وصل لساعه انه المريض اللي يجي لعنده ويبعثه على المستشفى يبلشوا يقهروا يبكوا عليه، لانه خلاص شيل إنه دكتور اسكندر معناته ما في كفي. وهيك كان يصير. أنيسة روضة نجار من أهم الشخصيات النسائية المهمة في بلدتنا العبدية، عاشت 103 سنوات، كانت متفوقة في دراستها منذ الصغر، نالت دراستها العليا بالعلوم الاجتماعية والتربوية من الجامعة الأمريكية في بيروت، ناضلت من أجل رفع شؤون المرأة ودورها الفعال في المجتمع، أقامت مشاريع تنموية وحقوقية لحماية المرأة وتدعيم دورها في الإنماء والتطور، كانت السباقة في إقامة مؤتمرات عالمية للسلام والحرية عبر برنامج الأمم المتحدة، عملت على تأسيس جمعيات نسائية ووضعت خطط لإنعاش القرية في لبنان والعالم، ناضلت من أجل حقوق وشؤون المرأة الفلسطينية. من الجميل والوفاء والسعادة أن نذكر فكراً مشرقاً تنفس كل العطاء لبناء مجتمع خلاقاً، لقد زرعت وسقت وأزهرت في حياتنا دفء الحياة والتواضع والمحبة والعطاء، نالت العشرات من التكريمات وأوسمة الاستحقاق
من رتبة فارس ومن رتبة ضابط ورتبة كوموندور. كما أصدرت وزارة الاتصالات طابعا بريديا حمل اسمها وصورتها. أنيسي نجار، كنت وستبقين تاج المعرفة وجوهر العطاء، وشخصية نادرة لبنانية عربية وعالمية بامتياز، باقية أنت في الفكر والوجدان، ذاكرين فضلك ما حيينا بقيمة وجودنا كأمهات. يا صديقتي، يا أسطورة الحياة، أنيسة روضة النجار. لطالما كانت العبادية رائدة في مجال التربية والتعليم في المنطقة، فتخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت عدد من طلاب العبادية في أوائل 1885، ومن أوائل نساء العرب الذين حازوا شهادة الدكتوراه في الولايات المتحدة ابنة العبادية الدكتورة نجلاء أبو عز الدين. أما المدرسة الأولى في العبادية وكانت إرسالية ميسيس براون بعد الحرب العالمية الأولى، ومدرسة الراهبات القلبين الأقدسين، ثم مدرسة المعلم يوسف أبو نادر ومدرسة المعلمة إيميلي أبو شديد، ثم مدرسة الداودية بين عامي 1943 و1953. وبعدها كانت مدرسة زهرة الفتاة للبنات ودار العلوم للبنين في عام 1943، وبعدها مدرسة الرياض. ولا ننسى المدرسة الرسمية التي تأسست ابتدائية عام 1922، ثم أصبحت متوسطة في يومنا هذا إلى جانب ثانوية العبادية الرسمية. شحرور بيقول: شفت بدربي عود الزين مع خيو السيف سويي، وسألت الأصلي منين؟ قالوا من العبادية. سألت الأصلي منين؟ من العبادية. قالوا: نحن اثنين ومعنا اثنين، وكل من عز وبنقاله، وبالعبادية شعبين، وكل مين بيعرف حاله عنهن الله يرد العين، ندروز ومسيحي. فالعبادية تاريخها طويل، والشعر بالعبادية غني. مرق العبادية أكثر من 80 شاعر، منهم حوالي 20 شاعر على مستوى رفيع من الشعر. يعني بنبتدي بمحمد السلطان، خطار أبو حمزي، شلهوب كساب، من العصر الثاني بيجي قاسم السلطان وحسن السلطان وكامل سليم وسليم فرج وقاسم نجد، قاسم أبو شبلي، سليمان العنداري، علي حمدان. إجا بالجيل الثاني الثالث كمان خالد زهر وجميل أبو عز الدين. بالقرن آخر القرن 17 إجا على عبادية واحد من رأس المتن بعد سعد اسمه عبد النور سعد، فاستوطن بالعبادية، كان يشتغل صباغ، وتصادق هو وعلي أبو حمزي. علي أبو حمزي زلمي ملاك كبير وما عنده شولات، بيعمل وصيته وبيوصيله رزقاته كلهم لعبد النور، بكاتب وصيهن شو بيملك لخيو عبد النور. أصروا علي قرايبه أنه يزوزوا، بعد ما يتجوز إجا وليد. لما جاء والد أصروا عليه غير لوصية، غير لوصية. كان في ما مضى دارج إنه يقروا لوصية على التربة بمأتمه، قام حدا جاب لوصية يقروها، لقوا موصي نص رزقاته لابنه ونص الثاني لخيو عبد النور، وعامل له وكالة لعبد النور على الصبي ما دام قاصر. بس خلصت لوصية، قرب عبد النور، عددوا لخيو وترحم عليه وتنازل عن الملكية اللي مصيله يها خيو لابن خيو للوليد، بشرط
يحتفظ بقطعة أرض وحدة ذكرى من وراء خيو، هي حرف صنوبر تحت حارة الحرف مازال لليوم ملك الدكتور حليم سعد. ها خبرية من خبريات بين روز المسيحية كان كل عمره التعايش جيد بصورة خاصة بالعبادية. كنا نلاحظ أن العبادية البنية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية تبعها كانت مبنية على التنوع. كان عندنا مثلا مقاهي، كان عندنا مقهى الجوزات، كان عندنا مقهى السندياني، كان عندنا سينما اثنين مش وحده، كان عندنا حياه ثقافيه. يعني لما تيجي فرقه زجل وتتكرر وتيجي فرق عديده ويجوا اهل البلد، واهل البلد كان فيهم شعراء عديدين، وكانوا هودي الشعراء يشاركوا بمناسبات عديده، بالاعراس يشاركوا، بالمآتم كان في ندب، بالمآتم كان مدعات فعلا لوحده ينعمل عنه دراسات وينعمل عنه أبحاث، قد ما كان في ندبات مشهورة لمناسبات كتير مهمة لشخصيات انعرفت وانحبت. يقال أنه وديع الصافي غنى بعنبع الجوزات، صباح غنت، كان صباح كان في يعني كانت إلى حد ما من مجيد أو أصغر شوي من يوسف مكارم. يوسف مكارم كان بيا لصباح يوصي ليوسف مكارم فيها لحتى يعلمها النغمات، بعض النغمات وبعض الأصوات. مهما تعددت طوائفهم وانتماءاتهم، فإن محبة أهل العبادية لبعضهم يبقى الضامن لتحقيق رغادة العيش والسلام والطمأنينة، وينعكس ذلك على مؤسساتهم الاجتماعية ونشاطاتهم والتعامل اليومي بينهم، فضلا عن فرحهم باللقاءات السنوية في الأعياد مثل الميلاد والفصح والأضحى. تتميز العبادية بتنوع مؤسساتها الاجتماعية من جمعيات ونوادي تنشط في عدد من القطاعات، كجمعية الهدى الخيرية التي تأسست عام 1930، تقيم معارض سنوية للأشغال اليدوية والمصنوعات الغذائية وخدمات طبية عبر مركز الرعاية الصحية الأولية، ولقاءات شعرية وأدبية ومهرجانات، وكذلك النشاطات الزراعية وتصريف المنتجات عبر جمعية التعاون الزراعي التي تأسست عام 1936، وتحتوي الآن على بيت المونة، هو معرض دائم للمصنوعات الغذائية ومعرض دائم في دارة كريم للأشغال اليدوية والحرفية. ونادي العبادية يتميز بنشاطه الشبابي والاهتمام بالبيئة والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن النشاطات الفنية من مسرحيات تقيمها فرقة العبادية الفنية. ولا ننسى النشاط الكشفي لجمعية الكشاف التقدمي والعديد من المؤسسات الأخرى كلجنة حقوق المرأة ونادي الشباب الرياضي ونادي النهضة ونادي شباب العبادية. أول بلدية بلش بالعبادية سنة 1879 أيام عهد المتصرفية رسم باشا أيام 80، واستمرت هذه البلدية من فترتها حتى اليوم لتاريخ اليوم، واليوم طبعا صارت البلدية مؤلفة من 15 عضو.
بالنسبة للبلدية الحالية طبعا نحن عم نهتم أكثر شيء باستكمال تطوير البنى التحتية واللي تقريبا صارت على نهايتها هلق. والبنى التحتية طبعا نحن مش بس عم تقتصر على الصرف الصحي والأقنية والحيطان الدعم والكهرباء والماء، بالعكس نحن مركزين شوية أكثر على توسعة مداخل العبادية من كل الاتجاهات، كان من بعلي شمال أو من شويت أو من علي، وعملنا شوارع كتير مرتبة وعم نحاول تكون من أجمل الشوارع وأوسعها. بالإضافة للشيء لأول مرة بالعبادية بنوجد أرصفة على مسافات كيلومترات صرنا مساويين، وهلأ كمان مكملين هذا المشروع حتى يكون في أماكن للتمشية وللناس تقدر تنوه عن بالها. قايمين هلأ بمشروع كتير مهم اللي هو هذا مستقبل جيل الشباب بالعبادية، اللي هو مشروع الضم والفرز. الضم والفرز اللي هلأ باشرنا فيه وصار بمرحلة التلزيم بيتكون من حوالي 900,000 متر مربع. هاي المنطقة راح تنفرز كلها سوا، تنعمل قطعة صغيرة وتكون شبه مخصصة، أو هي بالأحرى هي مخصصة لأبناء البلد، حتى كل شاب من هالشباب جيل جديد يقدر يتملك قطعة أرض ويعمر عليها بيت أحلامه. بالإضافة للأعمال اللي عم نعملها نحن طبعا عم نحافظ على التراث القديم، رجعنا بإعادة ترميم كل أدراج العبادية، وهي عشرات الأدراج اللي رجعنا رممناها وحافظنا عليها مثل ما هي حتى يظل فيها الطابع القري. ورممنا كمان العيون عين الضيعة اللي عمرها فوق 500 سنة، وعين حمد اللي رجعناها لتاريخها، وهون اليوم صاروا هالعينين كتير مرتبين. عملنا مخطط توجيهي لكل العبادية على نطاق العبادية كلها سوا، وهذا المخطط التوجيهي هلق حاليا فات على المرسوم، ومساحته الطرقات الجديدة المخطط عليها حوالي 55 كيلومتر طولة، وكل الطرقات اللي عم ننفذها نحن أو عم نخططها هي ما بين 10 و 12 متر عرض حتى تكون تستوعب المستقبل حتى 50 سنة، مع التنظيم البناء اللي نحن عم نعمله انه ما نعمل كثافة سكانية بالعبادية. كمان نحن مش بس عم نستثمر بالحجر، علما انه هذا الاستثمار بالحجر هو لمنفعة البشر، ولكن نحن مركزين كتير على الاستثمار بالمؤسسات الاجتماعية واندية وجمعيات وحتى المدرسة الرسمية، وعطول عم نكون نحن الداعمين الاساسيين لإلهم. واخر مشروع قمنا لهم فيه بالعبادية اللي هو مشروع دارة كريم للأشغال اليدوية والحرفية، واللي هذا بيقدم خدمته لكافة سيدات وصبايا العبادية، وعم نحاول نحن أنه ننشر لهم هاي الأشغال اليدوية خارج منطقتنا أو على صعيد لبنان، وعلى صعيد حتى خارج لبنان نقدر نعمل لهم تسويق لهاي المنتجات الحلوة. وطأت أقدامهم أرض العبادية، زرعوا فيها المحبة فأثمرت سلامة، وزرعوا فيها العلم فأثمر حضارة، وأضاءوا شمعة الأمل فلاح ضوء المستقبل. تركوا بصماتهم في قلوبنا وذكرياتهم في صفحاتنا وذكراهم في عقولنا، وخلدوا أسماءهم في الوجدان. هذه هي الحياة، لقاء وفراق. هم يرحلون لكن صورهم تبقى.